خلي حضرتك حضرتك معايا دكتور عبد العزيز، ينضم لنا النائب ايهاب رمزي عضو مجلس النواب اللي قدم طلب احاطه عن ازمه الدواجن والعلف. سياده النائب اهلا بحضرتك معانا في مصر جديده. ايه اللي حصل في طلب الاحاطه اللي قدمته حضرتك النهارده؟ هو لسه هيتحدد له جلسه للمناقشه لانه بياخد دورته سواء طبعا في لجنه الزراعه او يعني في بعض اللجان المشتركه، لانه احنا لابد ان احنا نقف وقفه جاده جدا ووقفه حاسمه جدا، لان احنا داخلين على خطر. خطر في ازمه الدواجن في مصر، والمشكله مش في ازمه الدواجن، المشكله في سعر الدواجن في مصر. السعر سوف يتفاقم، سوف يزداد إلى أبعد ما ممكن نتخيله بما لا يتحمله المواطن المصري. فلابد من تدخل سريع جدا من الدولة أو آسف من الحكومة، وبالتالي لأن الحكومة ما عملتش أي رؤية أو دراسة عن هذه الأزمة التي سوف تحدث، لأنه كل حاجة عندنا يقول لك دولار، وزير التموين يقول لك دولار، وزير الزراعة يقول لك دولار، دولار إيه؟ دي كلها منتجات. يعني العلف ده يا فندم مكوناته ايه؟ مكوناته كلها حاجات انا بنتجها في مصر. ما انا كنت لسه بسأل، هو احنا ليه بنستورد الحاجات دي؟ يعني استوردها ليه؟ هو انا ما عنديش، يعني ما مش عنديش فاهمة. اراضي زراعيه؟ هو انا عندي فقر في الاراضي في المساحه الزراعيه؟ لا، ما عنديش فقر في المساحه الزراعيه، لكن انا عندي فقر في السياسه الزراعيه. يعني احنا النهارده عندنا ارض وعندنا عماله وعندنا ميه وما ينقصناش شيء، لكن النهارده انا المفروض يكون عندي رؤيه، انا كحكومه يكون عندي رؤيه، انا كوزير زراعه، انا كوزير تموين لازم يبقى عندي رؤيه ان انا انتاجي في هذا الامر سوف يعني انتاجي ضعيف جدا بما لا يمكن ان يتناسب مع حجم الاستهلاك المحلي. يعني الحل للازمه دي تغيير السياسه الزراعيه. بالظبط. طيب دكتور عبد العزيز، تعليق حضرتك اتفضل. أنا أفش حضرتك، إحنا ما زلنا عمالين نتحرك عشان نزرع. سيادة النائب تحدث إن لسه فترة عشان الاستجواب أو المناقشة في هذا الموضوع، وإحنا نادينا من زمان إن إحنا لابد أن يتوسع في الزراعات، لأن أنا بزرع مليون فدان، عندي 3.4 مليون طن، أنا بحتاج 12 مليون طن ذرة في السنة، بحتاج 6 مليون طن صويا، اللي أنا بنتجه 3.4، اللي أنا بنتجه من الصويا نص مليون، بستورد يعني 5.5 مليون، فالكميات ضئيلة جدا. إذ لم يتم التوسع والتحرك الإيجابي في الزراعات التعاقدية وزيادة المساحات المنزرعة من الذرة والصويا، أنا هيدن عندي الأزمة. لابد إن أنا أسعى جاهدا إن أنا أزرع. الأزمة دي بقى في كل أنواع الطيور؟ لا، في كل حاجة طبعا، بس بياكل علف، الكل بياكل علف، حتى اللحمة طبعا، حتى اللحوم، ما اللحوم زادت هي كمان، لأن بتاكل أعلاف، لأن ما عنديش مراعي طبيعية، كل ده عندي مشكلة. فالقضية الأساسية يا إما أزرع يا اما اوفر يعني الفراخ بقى والبط بقى والحمام طبعا طبعا كله. واحنا داخلين على رمضان على موسم رمضان، وده اللي احنا بنتكلم عليه. اي نعم، الدوله احيانا بتتحرك حركه ايجابيه في استيراد بعض، يعني عشان تغطي جزء، لما بنستيراد بالدولار برضك، ما هي القضيه في كده. القضيه الافضل ان انا اعتمد على نفسي، ان انا ازرع، اوسع المساحات المنزرعه، وده هيديني حريه في ان انا اقدر اسيطر على الاسعار. سيادة النائب، محتاجين بقى يعني ايه دعم قوي من مجلس النواب في الموضوع ده، يعني محتاجين خطوات سريعة. انا عاوز اقول لحضرتك حاجة، احنا المشكلة الحقيقية انه السعر اللي بتاخد بيه الدولة ايه من الفلاح، هو ده مشكلة. دي مشكلة موجودة في منتجات مكونات الاعلاف، مشكلة موجودة في القمح، لان احنا لما بياخدوا السعر مش يتناسب مع الفلاح. الفلاح ممكن يزرع قمح ويزرع ذره ويزرع فول صويا ويزرع كل ده لو في ربحيه بالنسبه له. احنا ما بناخدش منه بالسعر اللي احنا بنستورد بيه من بره، احنا بناخد منه باقل، وبالتالي ايه اللي يخلي الفلاح يخدم على زراعه الذره والفول الصويا والقمح؟ المكسب. لازم يكون عندنا رؤيه، عشان كده بقول لحضرتك السياسه الزراعيه. الحل في تغيير السياسة الزراعية، وضحت الفكرة. النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لحضرتك. ودكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أشكر حضرتك، شكرا جزيلا.